قصة عجيبة تجمع هذا الرجل بهذه القرود يخلص منها الإنسان بحكمة. بداية الحكاية أن محمد الحاج كلف عاملاً في محمية برا قبل سنوات، ولأن الإنسان بطبيعته يحتاج إلى صداقة، لم يكن من محمد إلا أن اختار هذه القرود أفضل صديق، وكان منها أن رحبت به، فتكونت صداقة حميمة لا تخلو من المنفعة المتبادلة. القرود اعتادت صوت محمد الذي يتبع دائما بالطعام، لذا فهي تهرول من أعالي القمم أو من بين الأشجار البعيدة عند سماعها لذلك الداعي المميز، مدركة أن ثمة عروض يجب القيام بها لإمتاع الزوار يشرف عليها صديقها الحاج، ليكون المقابل طعاما أو حلوى. محمد الحاج يحمل الكثير من المعلومات عن هذا النوع من القرود والذي يسمى بالرباح، ويمتلك مفردات كثيرة من لغة التخاطب معها، ويفضل التعامل معها بصدق لأن استدعائها بغير مقابل قد يولد الخصام بينهم وتهتز الثقة بين الأصدقاء. وصلنا إلى محمية برع، هذه المحمية الجميلة والرائعة كما تشاهدون حيوانات القردة، هذه الحيوانات التي لها خصائص ومميزات تختلف عن بقية الحيوانات الأخرى. عندما تكون هنا في محمية برع لابد أن تكون قريب من هذه الحيوانات وأن تمتلك كاميرا عالية الدقة لالتقاط أجمل الصور والذكريات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشاهدك وأنت تطعم هذه القردة بعضا من الأكل، كيف جاءت الألفة بينك أنت وهذه الحيوانات؟ أنا أعمل هنا منذ فترة طويلة وحاولت على أن أعود القرود أن أدعيهم أي وقت يأتوا إلى المحمية، يأتوا إلى مع الداعي بمجرد داعي، بس إذا ما أدينا لهم حاجة يأكلوا يسجلوا علينا بلاك كاذب، فهذه من نكات المحمية. طيب هذه اللغة، ألاحظ أن هناك لغة للتخاطب فيما بينك وبينهم. القرد أي صوت يسمعه للدعاء ها يفكر على أن إنسان يطعمه أكل، فعلى طول يأتي سواء أنا أو أي إنسان زائر، فتلاقيهم يجتمعون على بعض السيارات 30-40 قرد يطلعوا فوق السيارات بمجرد أنه يعطيه أي نوع من الأكل سواء بسكويت أو روتي أو رز أو أي شيء. من خلال تعايشك مع هذه الحيوانات أصبحت هناك ألفة، هل من مميزات لهذه الحيوانات تختلف عن بقية الحيوانات الأخرى؟ في مميزات في بعض القردة نادرة جدا وغريبة جدا، على أن الأنثى تحمل من الخلف، ما تحملش في بطنها مثل بقية الحيوانات، فهذه الأنثى القردة تحمل في الخلف. أيضا ألاحظ بأنه يمكن أن تتعايش مع الطعام الذي يأكله الإنسان، حتى ولادتها لا يسقط جنينها في الأرض إنما يطرح على طول في بطنها لاسك في مثل التاير الاستبنين. هل من مواقف طريفة أو لحظات من الذكريات جمعتك مع هذه الحيوانات؟ في ذكريات كثيرة جدا مع القرود هذه. يوم أنا في البوابة أعمل له الروتي هناك في الماسورة وأقول له روح أغلق الماسورة، يروح صاحب الحبل علشان يأخذ الروتي ويأكلها ويمشي. والثانية كنت في الإدارة فوق في مبنى الإدارة معنا واحد يطبخ، كل ما طلع من حبة خبز من التنور طرح هناك أخذها القرد وراح لما انتهى العجين، خلاص وراح العجين وراحت العجين وراح ذا، وإحنا منتظرين إن القرد يأخذها ويروح. هل هناك حيوانات أخرى غير هذه القردة موجودة في هذه المحمية الرائعة؟ بالنسبة للحيوانات الذئاب موجودة والضباع، الأفاعي الزواحف، الأفاعي والزواحف، إنما الحيوانات الكبيرة هذه هذه مهددة للإنسان الضباع والذئاب يخاف منها الإنسان. ماذا تنصح الزوار الذين يأتون إلى محمية برع؟ ننصح الإخوان المسموع بعدم التذلل للقرود بزيادة، لأنهم إذا في طفل أو هذا يهجموا عليه بالقوة ويخوفوا حتى أنه يخاف. هناك خطورة، يعني خطورة على الأطفال بالذات. إذن يجب الاستعانة بكم أو بالمرشدين الذين موجودين هنا في محمية برع. طيب هل تلاحظ هناك طقوس معينة، يعني مثلا هل تختلف طبيعة القردة عندما تعيش في فصل الشتاء أو الصيف مثلا؟ لا اختلاف، لأنه قرد قرد مزاجه طوال السنة، طوال السنة مزاج رايق، مزاج رايق، يا لذيذ يا رايق. إذن كما تابعتم هذه اللقطات الرائعة والمدهشة هنا في محمية برع،
حيث توجد أيضا بعض من أنواع الطيور النادرة في العالم. يوجد أيضا زواحف، توجد القردة، وتوجد أيضا العديد والكثير من الأشجار الرائعة والنادرة. وهذا المكان يستحق الزيارة والاستمتاع. لا تنسوا إحضار بعض الوجبات الخفيفة وقليلا من الماء والكاميرا لالتقاط الصور، لأنه هذا المكان يستحق فعلا أن نقوم بزيارته والاستمتاع بجوه. أيضا لا أنسى وجود أيضا أماكن النحل، بيوت النحل، إذا رغبتم أيضا بشراء العسل اليمني، يوجد هنا أيضا عسل طبيعي غير مغشوش من المحمية إلى المطبخ إلى المستهلك يعني من الزهرة للمستهلك. أيضا زميلي كاميرامان نبيل السماوي، خذ حريتك في اختيار اللقطات التي ترغب بالتقاطها. فاصل ونعود.